ومن المالديف طرنا إلى دبي ثم غربا إلى سيدني في أستراليا ومن هناك إلى أوكلاند عاصمة نيوزيلندا ومنها إلى مملكة تونغا في المحيط الهادي. تونغا في لغتهم تعني الجنوب، ولا عجب، فجزرهم هي أقصى الجزر في جنوب المحيط الهادي، ولا يزيد معدل ارتفاع سطحها عن 65 سنتيمترا فوق سطح البحر. عاصمة مملكة تونغا نوكوالوفا تقع على جزيرة تونغا تابو التي لا يزيد تعداد سكانها عن 60,000 نسمة. اقتصادهم يعتمد وبالدرجة الأولى على الزراعة وصيد الأسماك والسياحة، ولذا فإن أي تداعيات ناتجة عن التغيرات المناخية تؤثر سلبا وبدرجة كبيرة على دخلهم الوطني. سام تتافو يملك ويدير شركة دي بلو للتدريب على أعمال الغوص، وتأثر دخله في الأعوام الأخيرة نتيجة للتغيرات المناخية في تونغا. Normally dive, you know, if the wetsuit is 3 mils wetsuit is, now we have to go to 7 mils. It's pretty cold out there, and people come from Germany, they say, oh, don't worry about it, it's cold there. I'm telling you, these people go down there, they come up, they say, oh, I'm freezing. Getting colder in colder time and getting hotter in hotter time. دانييلا أوربسانو الإيطالية الأصل تعيش هنا منذ 16 عاما وتملك وتدير فندق ووتر فرونت لودج، فسألناها فيما إذا أثرت التغيرات المناخية سلبا على دخل فندقها. Yes, first of all because the tourists when they come on the South Pacific they are expecting sun, warm water, and when it's raining they have nothing to do. So and they start to complain, you know, because nowhere to go, nowhere, nothing to do, you know. البريطاني توني ماثياس يدير ولسنين طويلة شركة سياحية هنا، فيأخذ سائحيه لزيارة المناطق الطبيعية الخلابة التي لاحظ عليها مؤخرا تغيرات واضحة وخاصة في المناطق الساحلية، ولكنه لاحظ أيضا تأثير المناخ على الزراعة في تونغا. The bananas I've been watching, they've gone steadily downhill over the last 4 years. I noticed that when we had the odd dry spell, the flower came out, the bananas came out as normal. When we had a damp time, the bananas went brown and scabby before they developed properly. The last 8 months, 10 months, they've not been developing at all. سطح البحر في ارتفاع مستمر في مملكة تونغا، ولذا هم يراقبونه عن كثب. ووفقا لأجهزة القياس هذه التي وضعت هنا منذ 15 عاما وتعمل بالطاقة الشمسية، فإن سطح البحر يرتفع بنحو 7 مليمترات سنويا. ولرؤية آثار ارتفاع سطح البحر عليهم توجهنا لزيارة بعض قراهم والحديث إلى أهاليها. We have proved that the erosion of the land has been very much working very much because the village is the seawater is surrounding the village, and if any tsunami or something comes, it's very dangerous for us because we have only one way out. توجهنا إلى قرية أخرى مجاورة، ولكن الوضع لم يكن أفضل حالا، فتآكل ساحلهم وصخوره خلق لأطفالهم مخاطر جديدة. She was being falling down this hole, but when I was looking around what happened, maybe there's no more stones around, but just because of the sea taking some of the sand out. زرنا منطقة تعرف باسم سوبو التي تنمو فيها طبيعيا نباتات المانغروف التي تعمل كخط الدفاع الأول ضد العواصف والتآكل الساحلي، ولكن الأهالي هنا يقومون بقصها لعمل لباسهم الوطني، ولا يوجد في قانونهم ما يمنع ذلك. I guess what we'll have to do is try and get our regulations
in place, because without these regulations, we pretty much have no power to enforce people to stop logging mangroves here in Tonga. هذا المكان يعتبر مصنعا صغيرا لصنع الملابس الوطنية وتقوم به النساء لدعم دخل أسرهم. أما حماية البيئة فهي أبعد ما يكون عن مخيلتهم. مواطنو تونغا اعتادوا على التقلبات المناخية والعواصف، ولكن الأمر بدأ يتغير الآن. We've just recently had the first tsunami ever in Tonga. So it's actually scary. Very scary. And people are actually aware of what climate change is happening and why it's happening. In fact, we're getting to a stage where we don't have a cyclone season. It just turns up out of norm. غادرنا العاصمة متجهين هذه المرة إلى مجموعة جزر هاباي التابعة للمملكة. جزيرة ليفوكا هي أكبر جزيرة في مجموعة هاباي التي توصف بأنها أقل الجزر ارتفاعاً عن سطح البحر في مملكة تونغا. الجزيرة كغيرها من الجزر تشكو من تآكل سواحلها وارتفاع سطح البحر فيها الذي وصل إلى درجة يهدد فيها سكان المناطق الساحلية مثل هذا الرجل وأطفاله الأربعة. يعتمد معظم السكان هاباي على الزراعة وصيد الأسماك لتحقيق لقمة العيش، ولكن هذه الأسرة التي ترونها خلفي في هذه الصورة تعتمد على البحر، ولكن البحر يزورهم كل صباح يوم إلى هذا الحد ويهدد أمن مسكنهم. أما المزارع مونتي فيتي فوجدناه منكبا وأسرته على ملء أكياس الرمل لاستخدامها في حماية منزلهم وممتلكاتهم في وجه مياه البحر الزاحفة. Youth, only 2 days. Oh. We put about 2,000 sandbags over there. Very good. تركنا المزارع مونتي متوجهين إلى جزيرة فوا القريبة من خلال جسر صخري للسيارات، وذلك الاجتماع بأمل بن خريجة الهندسة المعمارية من جامعة كامبريدج البريطانية، والتي قامت بتنظيم حملة ناجحة في جزرها أباي لجمع النفايات من سواحلها. الحملة استمرت يوما واحدا في شهر أكتوبر الماضي، وشارك فيها أكثر من 3,000 مواطن وناشط بيئي. You know, a change. They want to be able to do something with their rubbish. The problem is at the moment there's no system in place to do it. So definitely the enthusiasm was there. ووفقا لتقديرات أميلي فإنهم نجحوا خلال حملة اليوم الواحد في جمع 30 طنا من النفايات. جزر هاباي كانت آخر الجزر على قائمتنا في تونغا، ومنها عدنا إلى العاصمة. من مملكة تونغا عائدين إلى الولايات المتحدة، مرورا أولا بجزيرة فيجي في المحيط الهادي، ومن هناك غربا إلى لوس أنجلس، ومنها إلى نيويورك. وأخيرا عدنا إلى نيويورك وجزيرة منهاتن المهددة هي نفسها بالتغيرات المناخية. ما سمعناه وشاهدناه خلال رحلة 18 يوما حول العالم يؤكد على حاجة قادتنا للتحرك سويا وسريعا في قمة المناخ في كوبنهاغن وما بعد كوبنهاغن، وذلك لمواجهة تحديات التغيرات المناخية التي لا تهدد الجزر الصغيرة وحسب، بل تهدد سكان هذا الكون بأكمله.